الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا، فاسهل لنا أمورنا ويسر لنا عسرنا، وجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من مقتضيات عدل الله عز وجل أن يتحمل كل إنسان تبعات عمله، تبعات اختياراته، لأن الله منح كل واحد منا القدرة على الاختيار. الله عز وجل ضرب أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، والمثال في القرآن الكريم هو الذي يقرب المعنى. والمثال الذي ضربه في هذه الآية يتعلق بنبيين ومرأتين، ذكر نوح عليه السلام، نوح عليه السلام ولوطا، ومرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط. الله عز وجل ضربهم كمثال، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يا إلهي، ما أعدلك بحيث لم يحمل أحد من مسؤولية الآخر حتى ولو كانت هذه أقرب الناس إليك وهو امرأتك، لأن كل واحد منهما مستقل عن الآخر، رغم أنها امرأة نبي هذه وتلك، سواء كانت هذه امرأة فرعون، امرأة لوط أو امرأة نوح، كل واحدة منهما تتحمل مسؤوليتهما، رغم أن زوجيهما نبيان، وهما نوح عليه السلام من أولي العازمين الرسل. والعكس بالعكس، والعكس صحيح، نجد امرأة فرعون الذي يضرب به المثل في الكفر والطغيان والعدوان، ولكن هذه المرأة استطاعت أن تكون مؤمنة وفي بيتها طاغية. يا إلهي، ما أعدلك أنك حملت كل من خلقته مسؤولية نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم، اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنها من عدل الله ومن رحمته أننا لم يحمل أحد من مسؤولية الآخر، حتى ولو كان هذا الآخر من أقرب الناس إليك، لأن الله تعالى جعل لكل واحد ممن خلقه، جعل له عقله، وجعل له قدراته، وجعل له سمعه وبصره وفؤاده، ومكنه من تمييز بين البدائل
وامكانه بين من تمييز بين الخير والشر، والقرار الذي يتخذه في هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته وحده، ولا يمكن أن يتحمل غيره مسؤوليته. فهاتان المرأتان رغم أنهما في بيتين من بيوت النبوة، في بيت نوح وفي بيت لوط، ولكنهما وصفهما القرآن الكريم بأنهما خائنتان. ربما تكون الخيانة خيانة العقيدة وخيانة عدم الإنصياع، وهو عدم الإيمان وعدم الاستجابة للدعوة التي دعهما إليها هذان الرسولان، ولكن هذا لن يشفع لهما كونهما امرأتين في بيت النبوة وتتحملان عواقب اختيارهما الخيانة على الأمانة، اختيارهما الكفر على الإيمان، اختيارهما العمل الفاسد على العمل الصالح. ولكن في مقابل هذا نجد امرأة فرعون التي رغم أنها تعيش في بيتها الطاغية الظالم هذا الفاسد، ولكن اختيارات الأمان. ولهذا عبد الله عز وجل اقتضى أن تكون هاتان المرأتان من أصحاب النار، واقتضى حكمته العالية أن يكون مصير امرأة فرعون الجنة. جعلني الله إياكم من أهل الجنة، وجعلني من أهل الطاعة، وأبعدنا عن المعصية. والسلام.